اهلا وسهلا مشاهدي قناة الايام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج ويا احبابنا. طبعا ويا احبابنا اليوم حلقة مميزة ان شاء الله راح تكون في مول المنصور. تعالوا يلا خلينا نشوف جمهورنا الكريم، العوائل الكريمة والشباب والناس اللي راح نلتقي بهم من خلال حلقتنا اللي هي تكون حلقة ويا احبابنا من قناة الايام الفضائية. اهلا وسهلا بكم وحلقة ان شاء الله تكون مميزة وعد حسن ضمن مشاهدي قناة الايام الفضائية. اخوكم معي ياسين ويا احبابنا. ما زلنا مستمرين وياكم مول المنصور وحلقة مميزة إن شاء الله وهي أحبابنا من قناة الأيام الفضائية. السلام عليكم. السلام. شلونك؟ اسمك عمو؟ مصطفى. مصطفى؟ ايه. الوالدة مصطفى شلون شعيني؟ شلون صحة؟ هو مصطفى؟ مصطفى. شو اسمك عمو؟ ما حبيبتي الله يسلمكم الله يحفظكم. اليوم طبعا مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج وهي أحبابنا، مصطفى اليوم تطلع وين ماما؟ شو راح تسوون بالمول؟ جايين نفطر او نتونس يعني كل زين يعني تسوقون غرام شغلات؟ ايه ناخذ غرام يعني طلع كل ها؟ نجح هذا مصطفى؟ كل زين ومها؟ ما شاء الله يوم ان شاء الله تخرج تاخذين شهاده زينه والكليه اللي تختارين ان شاء الله وفوقها ان شاء الله يكون اهم شيء التعيينين. مصطفى اليوم انتم هنا بالمول دائما تجون بالمول هاي اول مره؟ دائما قريبين على المول؟ تحياتنا للزعفرانية وكل مناطقنا ببغداد وتحياتنا لكل محافظات العراق كردستان العراق. وحقيقة احنا اليوم مصطفى من منطقة بعيدة جاية رغم ما انه هناك يمكن اكو مول اكو اي اكو بس ما شاء الله يعني هذا المول يرتادوه هواي ناس من مناطق مختلفة من العاصمة الحديثة تغيرونين وهناك اكو يعني مولات هم زينة مول الحمد لله اكيد. شو سوقتوا؟ لو بعدكم ما مسوقين ملابس ما ملابس شغلت مو لان عمو انت يا سيف تحت السادس مو ان شاء الله شنو طموحك من ان شاء الله من يعني من الكليه اللي تحتاجيها؟ اي معدل لو انت يعني تتمنين صيدله دكتوره محاميه شو اسمها حاسبه؟ ان شاء الله صيدله. لا صيدله كل زين ان شاء الله يا رب التوفيق والتالق والابداع وتستاني كل الخير. طبعا مصطفى انتم اليوم جيتوا بناء على انه رغبتكم انه تغيرون جهه مصطفى ناجح وبنت اختي يم الحمد لله متفوقه وناجحه وتحتاجوا يعني مرات واحد بس يزور المول يعني يتمتع بالمنظر مالته هذا ومرات لا واحد العيد على الابواب يحب يشتري نشتري ان شاء الله موفقين ان شاء الله. احنا قناه الايام الفضائيه برنامج ويا احبابنا راح تشاهدين هذا البرنامج وتشوفينه. الله يسلمك شكرا لكم لانه الله يسلمك هاي من دوك نتشرف 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 انتم كعائله عراقيه نخليكم على راسنا يا رب ان شاء الله تغيرون جو وترجعون سالمين غانمين للبيت ويوم ان شاء الله التخرج مال المهاوي ايضا الله يحفظها ويخليها وان شاء الله الله سبحانه وتعالى يعطيها اللي تريده يعني بناء على طلب. الله يسلمك خاله حبيبتي. مصطفى انت شو اسم مدرستك؟ اي اسامي الارقام الاساسيه. كل زين تحياتنا. عندك اصدقائك منو مو منو؟ اصدقاء مصطفى علي وزين وابراهيم ياسف ياسف سادس واحنا اول متوسط. كل زين وجه لهم تحيه من خلال مدرسه مصطفى اللي هي اسمها شو اسمها؟ كل زين للكادر التدريسي ايضا لا تنساه مناسبه حلول العيد هذا حتى تتعيدهم. انا احب مدرستي على جهودهم نجحوني انا مو بس نجحوك وبعدين انت هم مثابر وشاطر ما شاء الله وصلت لمستوى يليق بثقافتك الدراسيه بوعيك الدراسي مو هم نجحوك لانه انت شاطر وهم نجحوك مو بدون كل شيء غير انت لكن شاطر. اي والله نشكر جهود الاساتذه والمدرسات والمدرسين ان شاء الله
وقل لهم وقل لهم ان شاء الله تكون انت من الاوائل ان شاء الله بالكل ان شاء الله تكون من الاوائل كل زين حبيب قلبي تعرفني انا منو؟ ايوه انا حسام دعدوش لا تحياتنا لحسام دعدوش فنان الكبير الدكتور حسام دعدوش طبعا انا منو؟ ماجد ياسين كل زين راح نشوف البرنامج مال ويا احبابنا على قناه الايام الفضائيه اخوان لا تنسى البرنامج مالتنا يبدا الساعه 7 شوفه على مود شوف صورتك شوف صورت ماما ولا خوش تحياتي لكم شكرا لمصطفى جزيل شكرا جزيل شكرا لنا خالو الله يسلمك انا انا اقول البرنامج يطلع بيطلع بال7 يقول لي هسه بال7 ولا ما يسجلون يطلع احنا قالوا انتم موجودين ان شاء الله يدللون بال9 اذا بال9 البرنامج مال ويا احبابنا على قناه الايام الفضائيه راح يطلع مصطفى مهاوي ان شاء الله ومصطفى راح نشوف صورتك خوش والتهنئه امانتك لكل اصدقائك شكرا جزيلا بس شكرا ست شكرا اجلس الله يسلمك شكرا خالد شكرا 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 لكم دائما اذا مستمرين وياكم ايضا ويانا العائله السلام عليكم هاي شو اسمها؟ غديبه شو اسمها؟ غديبه الله شو اسمه؟ شلونك؟ محمد راشد يا ابو سجاد تحياتنا لمحمد راشد الدراجي مو خالنا العزيز وكل عشائرنا نخليهم تاج على الراس الكل الكل الله يسلمك سلم عليه وقول له محمد الدراجي راح ينتشر وما جالس يسلم عليك واي واي سلم عليه الله يسلمنا اليوم لا تروح اليوم خطه مين مين جد من الدولاعي تحياتنا للدولاعية طبعا كل مناطقنا بغداد ابو من ابو محمد انت محمد وجهان طالعين جاي يسوون غير جو غير جو يعني بمناسبة العيد على المتسوقون وغيرون جو وهاي ايش اسمها روان روان وهاي هاي ريان ريان وروان ورمان وينها ايش عندك بعد؟ طيب بعد تحتاج شيء؟ طيب لا والله الله يحفظ لك ياهم الله يخليك الله يخلي لك ياهم ان شاء الله يوم تخرجهم ايش تطمح لبناتك يعني من كبرن؟ من كبرن؟ اي هاي تصير صيدلية اي كل زين شو اسمك انت؟ روان انت بتكبرين حتى تبيضين وجه بامبا وجه ابيض ان شاء الله، يعني طموحك انه تصيرين صيدلانيه مو؟ يعني دكتوره ما شاء الله بالادويه. واذا اجى واحد وقال لك انا ما عندي فلوس واريد اشتري، شو تسوي له؟ بلاش. بلاش زين راسه. ها؟ حبيبة قلبي، وهاي شو اسمه؟ هاي روان. هاي روان الله يخليك. وانت من تكبرين هاي وين هسه؟ الله يحفظك تحياتنا لمروان، الله يخليهم يحفظهم ان شاء الله. السلام عليكم ايش اسمها؟ هاي رفيف هاي رفيف؟ ايه. اسمك رفيف؟ رفيف؟ يما ما شاء الله الله يخليها هاي رفيف وهاي ايش اسمها؟ هذا هاشم هذا هاشم ابو شو اسمك انت؟ هاشم وانت؟ رايف اه وانت؟ رفيف اي خلص الرصيد مالك ابو رفيف انت ابو هاشم انت نقلته الاهل خير الجو مو؟ اي والله ايام العيد ان شاء الله قريبين على المول؟ والله بالدور ها تحياتنا للدورة وللدورة طبعا وكل الموجودين بكل مناطقنا وتحياتنا لهم ونقول لهم عيدكم مبارك كل عام والعراقيين ان شاء الله بألف ألف خير وشو اشتريت شو سويت؟ لو بعد والله بعد تونا جينا وهاي طبعا شلون هالاسعار ابو هاشم؟ والله الحمد لله شوية اسعار غالية ايه زين عمو هاي ارتفاع الاسعار صعدوا شو بالتاكسي يقولون البنزين غالي نسعد بال عمو حثورك ها؟ يقول حثورك اعصابك 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 لو حثورك شو يقول؟ شو يقول؟ يقول حثورك وهاي اه حثورك الله يخليك صور 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 عمو صور وبعد ايش عندك بدون الله يخليهم؟ عندي الولد عندي واحد صغير شو اسمه؟ اسمه هشام اه هشام هذا هاشم ذاك هذا هاشم هذا هاشم وهاي؟ هاي رهيف هاي رهيف 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 شكرا صور صور بعد صور لنا ابوك صور يلا يلا طلع 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 صور طلع بس خشمي صور يلا تعال 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 يلا صور لنا رهيف شوف 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 شلون صور كل زين كل زين كل زين كل زين زين اليوم انت ايضا راح تسوق ملابس للاولاد؟ ان شاء الله قوه الله مناسبة العيد اولا قناة الايام الفضائية برنامج ويا احبابنا تهنيك وتعايدك وتقول لك كل عام وانت بخير وان شاء الله تروح يعني حقيقة للبيت والاولاد وياك فرحانين شنو شغلك ابو؟ والله ان الشعب العراقي والام العربية ايام الايام ان شاء الله يفضل الحمد لله ان شاء الله على المسلمين ان شاء الله تهنئه مناسبه العيد لله يقول عيد مبارك للعراقيين ان شاء الله اي والله بالسلام والامان ان شاء الله هاي اشتهرنا شهرتنا اي والله يمه بدون زين ابو 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 رهف انت شنو شغلك؟ والله عمال عمال ها باليوميه لو بالنسبه والله يوميه
تمام خلص الدراسه؟ لا لا ما خلص دراسه الحمد لله. العلاقه طالعه الحمد لله. نعم هسه اليوم الايام هاي اللي خلي بعد العيد تسم عندك عطله لو قاعد؟ والله لا قاعد اشتغل الحمد لله. الحمد لله خوش. وين شغلك؟ بيا منطقه؟ هو هناك بالدوره. بالدوره حياتنا بالدوره وكل عمان وكل الايادي العامله نتمنى لهم التوفيق والصحه والسلامه والرزق والتوفيق ان شاء الله. ويوم ان شاء الله ايضا يقول لهم فد وظيفه حلوه بدوائر الدوله. اي والله حكومه هاي شوف التعيات الشباب هاي الشباب هاي تعبت والله. هسه الحمد لله جزء العلاقه طالعك وغيرك اكو شباب والله ما في علاقه طالعه. اي والله زين عن طيب رئيس الجمهوريه رئيس الداخليه وزير الدفاع عمير زين يشوف يعني هاي الشباب هاي والله ان صوتك راح نوصل للساده المسؤولين بهاي المناسبه نقول لهم عيدكم مبارك يا شعب العراقي والامه العربيه والاسلاميه وكل العالم اجمع بهاي المناسبه. امين ان شاء الله. شوف شلون صورنا شوف شلون صورنا كل زين كل زين مشكوره كل زين كل زين. انت تعرف تصور مو؟ اذا عيننا تعال 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 يلا 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 صورنا يلا سلم لنا على الاهل وسلم لنا على العمام والخوال وتحياتنا للدوره واهل الدوره واعطينا بوسه يلا في امان الله. اذن مستمرين معكم مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا ايضا خلينا نشوف العائله الكريمه. السلام عليكم. شو اسمك؟ شو اسمك؟ سنان. شنو اسمك؟ قصي. زين العابدين. زين العابدين. لا قصي منو قصي؟ قصي هاني. انت قصي انت زين 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 العابدين قصي. وانت؟ رانيا. رانيا بانيا بانيا رانيا. تعال 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 ماي لحم يا فدوى الله. هاي تشبه بنتي رقيه والله. الله يخليك. انت بانيا رانيا رانيا بياسف. تقول قعدت لساليت وما قاعد اداوم عندي. شو اسم المدرسه مالتك؟ الف باء. الف باء؟ الف طالع من النجف. الشرف تحياتنا للنجف طبعا واهل النجف وايضا كل المحافظات كل محافظاتنا العراقيه تاج على الراس الغربيه الشرقيه الجنوب الفرات العاصمه الحبيبه كردستان كلهم تحياتنا لهم ان شاء الله نقول لهم عيدكم مبارك يا شعبنا. اليوم انت هنا يا ابو جنان. ايش عندك هنا؟ والله جاي نتجول زور. جيت من هناك الاسم اللي لنا. اللهم صل على محمد وال بيت محمد. زين بالنجف اكو مولات وهاي؟ اي اكو اكيد اكو بشارع الروان. شو اسم المول؟ سيتي مول. سيتي مول. تحياتنا سيتي مول ايضا هناك اللي موجود هذا بعد هواي عندكم. وايد عندنا مكانات. وايد عندك مو؟ اي وايد عندنا ما راحنا عندنا بس ما شاء الله يعني انا اللي عندك اكبر مول بالنجف اللي هو بالشارع سيتي مول. مو؟ ايه. طبعا تحياتنا كلها لنا بالنجف ما شاء الله وايضا شارع غوان من الشوارع الراقيه. أيه حلوه شوارع النجف كلها راقيه بس اكو شوارع متميزه يعني حاليا تطورت شويه. ايه حلوه مرتبه وكذا ان شاء الله ان شاء الله كل محافظات العراق حلوه مرتبه. زين ابو روان ابو جنات جنات هاي كبيره؟ سوني. لا سوني. سوني سوين جنات؟ جنات شارع. ما ادري جنات من جنات هلا عمو. طبعا جنات ما قبلت تطلع ويانا بالتصوير ونقول لها هاي المناسبه عيد مبارك ان شاء الله كل عام وهي بخير وان شاء الله نجاحات يعني نتمنى. طبعا شو اسمها مدرستها؟ مدرسه المنار. مدرسه المنار تحياتنا لها والكادر التدريسي مناسبه تفوق الغاليه المتميزين جنات المتميزين. طبعا نتمنى تكون ايضا على مستوى الدراسه العالي اللي نتمنى ايضا هي كطموحها. شو تريد تصير؟ طبيبه ان شاء الله. طبيبه دكتوره جنات. شكرا. شو اسمها؟ جنات. جنات جنات قصي. طبعا مبروك لها ان شاء الله تحياتنا لها. هسه جنك لا تروح. هذا منك؟ شلون عايفه بالمشراقي؟ الله يخلي لك يوم والله يحفظ لك يوم ان شاء الله. صحه وسلامه. انت بياسف؟ سادس. يا مدرسه؟ انا بس نجحتي؟ وانت وين رحتي؟ يعني انا نجحت كل زين. انت شو اسمك؟ منار؟ منار سنان. 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 سنان شنو معناته؟ مرت النبيوسي. مرت النبيوسي. الله يحفظك حبيبتي. وانت شو اسمك؟ قل له شو اسمك؟ شو اسمك؟ شو اسمك؟ زين بديم. زين انت نجحت؟ الحمد لله. يا صبحي رابع. من وداك؟ انت وداك سايق انت حبيبي نجحت؟ انت من تكبر شو تصير؟ شرطي. شرطي كل زين تحياتنا. يقول من الاكبر اصير شرطي.
كل زين تحياتنا طبعا وزارة الداخلية وزارة الدفاع الأجهزة الأمنية الحشد وأيضا البيشمركة وكل الأجهزة الأمنية تحياتنا لهم مناسبة هاي طبعا الأيام المباركة عيد الكبير إن شاء الله. زين هسه أنت كبر تصير شرطي، أنت تحب تكون شرطي على مود تدافع عن العراق مو وتحمي بلدنا مو وتخلي الناس الحمد لله انه يحترمون النظام يعبرون من الشارع رجل المرور تحياتنا له يستحق التقدير والاحترام لان يوقف بالشمس مو والشرطة ايضا يتعب على مودنا فانت راح تتعب على مود شعبك غير وناسك. بارك الله فوزيه اسمك حبيب قلبي الله يخلي لك اياهم والله يحفظهم ومبروك من عندك تحياتنا للغاليه منا وشالت الحون توصلوا بالسلامه للنجف تحياتنا للنجف واهل النجف ممنون الله يسلمك حبيبي يعزك العافيه. اذا مشاهدي قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا بعد الفاصل راح نواصل. مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا وهاي المناسبة الحلوة اللي هي أعياد العراق إن شاء الله والعيد الكبير اللي إن شاء الله يأم على كل العراقيين أمة محمد والمسلمين والعالم أجمع. اليوم في المول أيضا التقينا بالدكتور دكتور عمر ناصري الله يسلمك الشرف دكتور طيب شهدني الشرف دكتور شلون صحيح؟ احنا أنا دكتور عايش له والله أنا عايش خارج العراق خارج العراق عايش بإنجلترا عايش مانشستر مانشستر صار لي فترة طويلة عايش مانشستر وشغل مانشستر وبين فترة فترة جاي زور العائلة الكريمة. وأنت اليوم هنا أنا جاي زور الأهل. أنا زور الأهل وزور الأصدقاء. أنا مثلا بيك بين ناسك وأهلك ونشرف بيك. اليوم سبحان الله كانت أحد العوائل اللي التقينا بها حكينا على الدكاترة والأسعار اللي موجودة احنا ما نريد نعطي يعني أكثر لأنه هواي من الدكاترة يستحقون التقدير والاحترام وكلهم يعني بدون استثناء بس مرات كل شوية الأسعار. يعني خاصة للعوائل المتعففة الفقيرة يجب أن تكون هناك استثنائيات يعني نستثني بعض الحالات اللي هم يعني يستحقون التقدير والاحترام صحيح أنا أقول لك هذا الشيء بس بسبب البنية التحتية بالعراق ووضعية المستشفيات والنظام الصحي يعني طبعا زرت بعض المستشفيات هنا أخوي طبيب أيضا بس انا اللي اعرف مقطوع كلامك بخير انه من خيره الاطباء بالعالم الاطباء العراقيين حياتنا لهم يعني ايه موجودين بلندن ومانشستر الحمد لله احنا عندنا الخير موجود والامور بخير وهذا رغم ما اكو عندنا بعض الاشياء اللي على حكايتك اكو امور يعني يعني فوصل وزاره الصحه انه تسوي اكثر رقابه على الشغلات الصحيه يعني ابسط شيء بحث الطوارئ يعني هناك البيت الفراش المريض زين ليش دائما للاعتناء بالمستشفيات الاهليه؟ نلقى اليوم المستشفيات الاهليه ما شاء الله يعني بدون استثناء تلقى كل الامور متوفره من مستلزمات من نظافه من تقييم من تقدير من احترام من اتيكيت من استقبال لكن ليش بفلوس؟ اليوم انا بنروح المستشفى الاهليه ما شاء الله نلقى كل الامور هذا رغم ما انه حتى لا نكون غير منصفين كثير من المستشفيات الحكوميه اكو يعني اكو النظافه والترتيب والاتيكيت والاستقبال والملقى الحلو لكن تدري اكو مرات حالات استثنائيه يعني انا من يجيني واحد فقير وما عنده لازم شوي احنا نكون يعني اكو تخفيضات بالاسعار والله بالادويه دكتور صحيح. بالنسبه لهاي استاذ ماجد يعني انا اتفق وياك بهذا الشيء بس هاي ترجع لمدير المستشفى والكادر مدير المستشفى يقول لك انا ما عندي صلاحيه انا ما مخوض ضمن مدير المستشفى لهم صلاحيه يقدرون يسوون كل شيء ويقدرون يسوون الكادر الصحي وينتبهون على الكادر الصحي مالتهم بس اكو مدراء مستشفيات ما يهمون هذا الشيء اهم شيء نقولها بالقلم العريض اهم شيء هم جيبهم راتبهم بنهايه الشهر اي هسه وراتبه زين انا ما عندي مشكله واجوره زينه والعمليات اللي سووها على عين راسي مو كل مو كل يشتغل ضمير بس حتى لا حتى نكون منصفين يعني 90% كل زينين والله 10
شوي نقول والله انا افضل انه يعني وزير الصحه يعني او وزاره الصحه انه يطلعون يسوون كشف يسوون زيارات المستشفيات بس احنا المعالي الوزير ترى ما مقصر يعني مو دفاعنا عنه بس انا احنا هواي ودينا فنانين استقبلوهم وشال هواي امور عنهم رغم انه احنا يعني تدري الدكتور الوزير اللي هو عراقي واللي مرضى هم عراقيين هو ايضا منصف مع كل المرضى مع الكادر الجيش جيش والحشد الوطن وايضا ايضا ايضا طبعا الحشد يستاهل ما ينعين تدري وبعدين خدم الوطن ودافع عن الوطن والاجهزه الامنيه دافعوا والشرطه والجيش دافعوا هذول ناخذهم تحيه صحيح الشرطه والجيش والمرور الواقف بالشارع من الصبح لليل بالظهر مو هذا اللي يستاهل كل التقدير والاحترام احنا بنقول المعالي الوزير ما مقصر ويا العالم كلها بدون استثناء لكن احنا نقول نتمنى على الدكاتره انه ولو هاي الحلقه شويه راح تكون انا متاكد ما نريد نزعل الاطباء لكن نريد تعاون ويا كل احترام تحيه طيبه لجميع اطباء العراق اللي كانوا طيبين فاج بالخارج اقول لهم هلا بالمرضى وشوي شوي طبعا خبرنا من وقتك دكتور لا بس انا فرحان لانه انا منتلقى رسالتك للعائله انه انا اليوم اجيت وموجود وان شاء الله ترجع سالم وغانم الله يسلمك تحياتنا لكل العراقيين خارج عراقنا وان شاء الله العوده الى بلدنا هم عودنا البلد كل عام وانتم بخير وان شاء الله يعود عليهم بالصحه والسلامه ممنون دكتور حيو سعد خلينا نسولف وين ولد سلام عليكم اسم بخير كاظم منتهي مصطفى كان تعال هنا مصطفى مصطفى جاوي دكتور قطان اصدقاء شنو شغلك انا كملت الدراسه اي يعني وين مستقبلا هسه راح اشتغل انا بالعراق يا شهادة يعني عندك بكالوريوس دارة اعمال دارة اقتصاد حاسبات دارة اعمال عام دارة اعمال خوش يعني من الاسئله تتخرج تروح للبنوك للبنك كذا مصارف اي دوائر دوله لا لا يعني كل زين اليوم شلون نشوف يعني زملائك واصدقائك اليوم هسه تخلصت استلمت شهادة الحمد لله التعيين تنتظر التعيين انتظر تعيين ان شاء الله يعني ماكو حاله استثنائيه لازم تتعين بالمصارف بالهذا بالماليه لا يعني هسه وزاره الماليه حتى انت المفروض تكون من الاوائل بالتعيين تهمه ما عندك يعني لا ماكو هاي هي تنتظر الى ان تنفتح التعيينات وتشوف ان شاء الله يا رب نتمنى ايضا وزاره الماليه مشكور سيد معالي الوزير وقائمين على تعيين اولادنا وحبايبنا واخواننا نتمنى يعني ان شاء الله يكون التعيين ان شاء الله والتوفيق لك يا حبيب قلبي ان شاء الله وزين اسم ما عندك تعيين قاعد تشتغل هسه حاليا ما جاي اشتغل بس ان شاء الله هاي الفتره شلون مضى الامور العيشه لله بالله الوالد سيد الوالد الله يحفظه ويحفظ عائلتك ويعلي مقامك مشكور احنا قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا حتى نشوف الحلقه مالتك كاظم مو ابو جواد شنو شغلك؟ اني؟ ايه موظف وين بيادة يا دائرة يا حكومة؟ ساعة الكهرباء الكهرباء وين الكهرباء؟ كهرباء بس الكهرباء طبعا طبعا احنا نتمنى الكهرباء تكون بالمستوى المطلوب يعني طبعا تحياتنا للسيد معالي الوزير للساده المسؤولين ما مقصرين اكيد جهودهم مبذوله حتى نكون منصفين خاصه بعدين الاجواء حاره لكن احنا نريد من وزاره الكهرباء من السيد وزير الكهرباء من الساده المسؤولين يديرون بالهم على المولدات حتى يعطونهم هاي الحصه مالتهم قاعد تتاخر الحصه صحيح من عندهم لعدين مو بيد وزاره الكهرباء حصن الحكومه المحافظه اللي توزع حصص المولدات انا داش على الوزاره غير تحصل المحافظه يعني هسه السيد المحافظ مال بغداد هو اللي يوزع هو اللي يعطي الوقود يعني تعاون بينه وبين وزاره الكهرباء اذا نتمنى بينه وبين وزاره النفط اذا السيد معالي وزير النفط السيد معالي وزير الكهرباء السيد محافظ بغداد نتمنى انه يتعاونون ويا اهل المولدات لانه الناس بامس الحاجه للكهرباء في ظل هيك ظروف حاره والطقس الحار يعني انا لما تقول لي انت انا اقول ما قصر السيد الوزير على راسنا السيد وزير النفط على راسنا المحافظ على راسنا لكن احنا نريد تعاون لمن للمواطن انا لما نطلع من عطي لابو المولده انا مرتاح يوزع لكن اذا ما عنده الحصه قليله واحنا نسعى للخير للنفط وين النفط غير حتى نطول للعالم ان شاء الله الكهرباء بالفتره القادمه تكون افضل من السنوات احنا صار 60 واحد كل ما نقول له قال ان شاء الله جبناها هسه حاليا هذا الوقت الكهرباء زينه يعني 4 بواحد 4 ليش 4 بواحد ليش مو باستمراريه ليش مو 24 ساعه احنا للنفط ولا لا احنا ثاني اكبر دوله بالعالم بالنفط ولا صحيح احنا ثاني شايمت عاد مو غير بيتو مو تقول لي حتى انا اقنع المشاهد
حتى اقول له سياده المشاهد احنا اهل والسيد الوزير من عدوبيه مو عراقي، واقول له معالي الوزير التقيت واحد الشخصيات من كوادر الوزاره وفرحان يقول الامور شويه احسن. احنا شيء نريد ملموس ان شاء الله توفر 24 ساعه الكهرباء. هي هاي ان شاء الله ان شاء الله. شوف اللقاء مالتنا على قناه الايام الفضائيه وبرنامج مع احبابنا ماجد ياسين اخوك وخالك، وخليك على راسنا. وانا طبعا انا من احكي مو قصدي ازعل المواطن ولا ازعل المواطن، احنا بخدمه المواطن واحنا نريد نذلل هاي الصعوبات الموجوده ان شاء الله ان شاء الله كلها تتوفر. موجود وسهلا بك موجود راح اشوف جوده. اوكي ان شاء الله مشكور. اذا نشكر الدكتور الاسم بالخير عمر الناصري، عمر الناصري وايمن كاظم، استاذ كاظم مصطفى تحياتي لهم والتوفيق ان شاء الله. السلام عليك. اسمك يونس. يونس من انت؟ من الانبار. من الانبار، الله الف تحيه للانبار الرمادي وعلى الراس ونتشرف. انت من وين؟ من بغداد. من بغداد. انت صاحب يونس؟ صاحب يونس اخوي. اخوك الله. انت من وين منطقه؟ انا من الشعلة. من الشعلة، الف تحيه للشعلة واهل الشعلة. يعني ايش اسمك تعمو؟ يونس. يونس وانت؟ حسن. حسن ويونس، واحد من الانبار وواحد من الشعلة. الله يحفظ الانبار ويحفظ الشعلة ويحفظ عراقنا. الف تحيه، الف تحيه للشعلة واهل الشعلة وتاج على راس. الله يسلمك. وايضا الف تحيه للانبار والشعلة. الله يحفظك. انت صاحبك من زمان؟ اي نعم اخويا حسن. الله يسلمك. الله يحفظك. اكيد اكيد، واحنا اهلنا وناسنا طيبين، اهل الكرم والعزوبيه، كل العراقيين كل المحافظات والرمادي اهل الكرم والطيب ايضا والشعلة. الله يسلمك. وايضا لا ننسى الشعلة اهل الكرم والطيب. فالف تحيه. اليوم جيت توقف جاي تسوقون؟ اي جاي نفتار غير اجواء. كل زين. وش سويتوا؟ اخذنا عطور ملابس. خوش مناسبه العيد، اجواء العيد. وين راح تخلصوها بالعيد؟ انا خلص هنفرات ونطلع الاربعين ان شاء الله. تحياتنا لله. شعله والرمادي راح يروحون هاي الاصدقاء الاربيل. الف تحيه لكردستان العراق واربيل عاصمه كردستان العراق. وتحياتنا لناسنا طيبين ايضا باربيل وسليمانيه ولوك وبحلبجه. يا ربي الله يحفظهم ان شاء الله. شكرا لهم. سوقتوا؟ اي نعم طبعا. انت راح تشوف اللقاء مالتك على قناه الايام وبرنامج ويا احبابنا. طالب تشتغل شنو؟ لا والله اشتغل. تشتغل يعني كاشف؟ اي نعم. طالع العلاج الحمد لله زين. الحمد لله. داير بالك على امك وابوك؟ الحمد لله. ابوي متوفي بس الوالده. الف رحمه على روحه والوالده على راسنا. سلمنا عليها وبوسنا ايدها. الله يسلمك يوصل ان شاء الله حبيبي. الله يسلمك ممنون. وانت ايضا الوالده موجوده؟ الوالد كلهم ربي يحفظهم ربي. سلمنا على الوالده وسلمنا على الوالد. والله يحفظك ويحفظ صداقتكم ويحفظ خواتكم. ممنونين. اذا اعزائي مشاهدي قناه الايام الفضائيه مستمرين وياكم بعد الفاصل. هلا بالسلامه. سلمونا. تحياتي شكرا. ياكم طبعا ما زلنا في مول المنصور وايضا برنامج ويا احبابنا. السلام عليكم. اليوم هنا بالاسم انت والاهل هنا؟ لا وحدي. بالعافيه. شنو ايش تسوون هنا؟ جاي اشتري ملابس العيد. انت شو موظفه طالبه وين؟ محاميه. محاميه. تحياتنا للقضاء طبعا، سادة القضاة وايضا للسادة المحامين وايضا لرئيسة المحامين ست احلام اللامي طبعا، تحياتنا لها وكل الكوادر طبعا القانونيه. اليوم القضايا اللي تحسون بها نوع من الصعوبه شلون تتعاملون وياها؟ اكو حالات استثنائيه، اكو حالات يعني نوكل اكثر من المحامي حتى ناخذ رايه. ايه يعني ما في شيء صعب على المحامي. اكيد ان شاء الله صحه وسلامه. وهذا لان احنا قبل كم يوم الاستاذ فاق زيدان رئيس القضاء التقى بالسيده النقيبه طبعا نقيبه المحامين. اليوم حتى تتذلل بعض الصعوبات اكو نوع من القضايا بها نوع من الصعوبه يعني اليوم شلون يكون تعامل خاصه المحامي المبتدئ يعني مو ذيك الخبره مع اعتزاز وحبه لازم يروح لله. اي يروح صاحب الخبره الاكثر من عنده. تجدد خدمه. صار لي ما شاء الله. ويا محكمه؟ محكمه تحياتنا طبعا كل محاكم العراقيه ان شاء الله. احنا نتمنى طبعا
اليوم خاصة مسألة الطلاق ومسألة هاي بيها نوع من الصعوبة يعني هواي هواي. هي مو صعوبة وإنما شطارة المحامي أول شيء، ثاني شيء يعني إجراءات روتينية يعني المحامي إن شاء الله. زين هو الست العفو يعني هاي مال قضايا روتينية يمكن المواطن العراقي يعني يتخلص من عدة، يعني إحنا وفرت وزارة الداخلية طبعاً مشكورة البطاقة الموحدة. يوم أنا من أريد أرجع للدائرة ألقى المستمسك الاستنساخ والصور والإرشادية والجنسية والسكن والبطاقة التموينية هاي هواي يعني يعني أنتم كسلطة قانونية يعني اعتزاز وحب لكم يعني المفروض بس من صوت المواطن للمسؤول وأنتم حلقة الوصل اللي بين المسؤول وبين هذا يعني نحس إنه المواطن حتى يعني تذلل هاي الصعوبات المعقبين هم السبب يعني مو مو المعقبين شو يسوي؟ يقول لك احنا من نروح نسيد المحامي، انا راح اسهل هواي امور يعني خاصة هو يقول لي كان شغلي يعني حتى يعني وين اللي شو اللي يسوي؟ يعني هو لو يخلون المحامي افضل من المعقب، انا اشوف الرأي مو المحامي هم فلوسه هواية والمعقب فلوسه قليلة يعني ها مو؟ لا مو فلوسه هواية بس ايش قد انت على اجر اللي ياخذ المحامي؟ 500 لعد من اللي يقول هذا؟ يقول ياخذون 10 ملايين ياخذ 7 ملايين دولة حسب الدعوة يعني اقل شيء 500 يعني هو اللي يعني اللي عنده فد موقف ومش زي راسه زين يدفع فوقها فد 5-6 مليون هو ما حد قال له سوي ما حد سوى هسه ما في انسان ما يخطئ احنا قصدي للخطأ القوي يمكن يعني يتحمل نتيجته بس اكو خطأ هو ما يعني سوى يعني انا يجي واحد يقول لي انا عندي فد موقف صار انا ودائرة وما اتخذ المدير العام هذا الموقف وتحولت القضية الى مو رأي عام وانما للقضاء من صالة للقضاء راح ينسجن وراح كذا وكذا رغم أن السجن قليل يعني يعني قصدي إحنا نتمنى أن أكو هواي أمور تقدر تدلل صعوبات مالتها يعني أنا من ضمن اختصاصك أشي يعني لأنه أنتم الحمد لله أنتم المحامين والقضاة وهذا اليوم إلى موقف يعني قوي اللي هو القانون قانون فوق الكل أنا أحترم يعني مو من الباب بس أنا خلنا شوية نطلع عن الشغل بس أنا قصدي يعني بما إنه أنت اليوم هنا اليوم جاي تسوقين ان شاء الله الحمد لله انت بالبيت انت والاهل تحياتنا للعائله الكريمه واللي على مقامكم ان شاء الله بعد وبعد انت في مناصب اعلى الله يسلم ان شاء الله يخليك اليوم بمناسبه العيد والجمهور الناس والعوائل اللي فرحانه بوجود الاسواق اللي موجوده شلون شفت الاسعار حلوه يعني عادي نفس الاسعار باقي الايام بس الزخم يعني زخم يعني قصدي العفو ست بما انه انت محاميه الوضع المادي شوي نوعا ما احسن لانه الراتب ميسور نعم. الاسعار نفس الاسعار لو نعم بده يسوون هم تخفيضات نعم الحمد لله الحمد لله بس قلت لك الزخم الشوارع والبلهاية يعني كلش عانيت لحد ما وصلت الزحام 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 يعتنون بالطرق بالجسور هسه اكو ان شاء الله احنا يعني احنا نقول الخير جاي وان شاء الله يا بما انه هذا وهذا العيد اللي هو يخص يعني العراقيين والعرب والمسلمين والعالم اجمع ان شاء الله يا رب صحه وسلامه وتوفيق وازدهار وللعراقيين الله يسلم الست تسلمين انا اقول للست لان انت محاميه فتستحقين التقدير والاحترام رغم انه انا يعني قد ابو شكل انت تاج راس وخليك على راسنا وعلى قناه الايام راح تشوفين برنامجنا اللي هو ويا احبابنا البرنامج مالتنا يبدا الساعه 9 ان شاء الله هاي تحيه من القناة نقابة المحامين والسيدة الرائعة ست أحلام اللي هي تصور هي النقيبة مو نعم. أي تحياتنا إلها والكوادر القضائية والقانونية والمحامين وشكرا لك خلينا من وقت الأيام إن شاء الله إن شاء الله نشوف إن شاء الله نشوفك من أكبر دا. أكبر المحاميات اللي موجودة بالبلد شكرا. الله يسلمك شكرا تدرس مع السلامة فرصة تعال عمو إيه أنت ستة وأنت من جاي ويا لك سوقتوا جو. تغيرون جو وبعدين انت من وياك اللي جه؟ يعني امي ايه؟ واختي الله يخليهم سلمنا عليهم قول عمو ماجد من قناه الايام الفضائيه وبرنامج ويا احبابنا يسلم عليكم خوش بارك الله فيك وانت كبر شو تصير؟ دكتور كل زين ونجيك للعياده مو تهم على كيفك بالاسعار مال هذا يقول لك الاسعار مال الدكاتره شويه قويه كلها طبعا الاسعار مال الدكاتره تحياتنا لهم مو الكل اكو من يقدم حقيقة تنازلات انه لعيون المريض يتنازل عن هواي اجور على مود يقدم للمريض خدمة انسانية مو واكو لا يعني الاجور مال اسمه مال الادوية غالية
فنتمنى الله الله بالمواطنين، لان المواطنين مين هم عراقيين وكدنين دكتور العراقي. بارك الله بك، شكرا لك، سلم لنا جزيل الشكر على وياك. سلم لنا تحياتنا للمسيب واهل المسيب، ايضا كل محافظاتنا الحلوه. انت بالمسيب؟ اي كل زين. وين بالمسيب؟ بحي المعلمين من المسيب. سلم لنا على اهل عمو ماجد، يقول بقناه الايام مع برنامج ويا احبابنا. خوش يلا قلهم اهل المسيب، يلا سلم سلم سلم. مستمرين وياكم مشاهدي قناة الأيام الفضائية وبرنامج ويا أحبابنا، أيضا مع العائلة الكريمة. السلام عليكم. أهلا أستاذ ماجد، السلام عليكم. شلون الصحة؟ شو اسمك؟ عبود. سوني هذا. حسوني شلون الصحة؟ الله يساعدهم. أنا عمو. أي عبارة دور درمي. ولك هاي قناة الأيام. قناة الأيام، تحياتنا من قناة الأيام. نسلم على أبو حسوني ونقول له عيدك مبارك وكل عام بخير. أنت بألف خير. وإن شاء الله صحة وسلامة. أسعد الله أيامك. الله يسلمك. اليوم بألف خير. شوية تغيير جو من حي الإعلام بغداد. حي الإعلام، تحياتنا لكل مناطق بغداد الحبيبة وكل محافظاتنا العزيزة. طبعاً شفنا هواي جمهور مشاهدينا الأعزاء، شفنا الناس اللي اتكنا بيهم من الحلة ومن النجف من كربلة وأيضاً من الديوانية ومن كل المحافظات من كردستان العراق وأيضاً اليوم من المناطق الحلوة. حي الإعلام اللي هو بغداد، تحياتنا لمناطقنا. انت والغالية زوجتي وابني. ابنك الله. هي طبعا بغداد حلوة، تستقطب كل المحافظات. اكيد الزائرين. تغيير جو يعني. هذا المول يعني سوقته؟ هذا بعدنا استرون دخلنا. استرون دخلنا ان شاء الله. احنا قناة الايام. شنو شغلك استاذ؟ انا موظف وزارة الصحة. تحياتنا الى وزارة الصحة. الكوادر الطبية. الكوادر الطبية، سيف بدر مدير الاعلامي. ناطق باسم وزارة الاعلام. الف تحية له، لان مشلول حاله من الصباحية، صارت الكورونا اجت الى هذا، صار هيك والوباء والنسبة والاحصائيات. طبعا الحمد لله وشكرا. بس الحمد لله نسبة الاصابات قليله والوفيات ايضا. الحمد لله وشكرا. اللهم ربي يحفظ بلدنا، يحفظ بلدنا وشعبنا ان شاء الله. ومشكور يا سيف سيف بدر. طبعا سيف بدر الناطق الاعلامي باسم وزاره الصحه وايضا الكوادر الصحيه. اليوم كانت الحلقه سبحان الله كلها على وزاره الصحه. اي مو هو هذا بعد واقعنا بيا دارته دار الطب العدلي. طبعا الحمد لله، الف رحمه على روح امواتنا جميعا، والله يحفظ الباقيين وصحه وسلامه لك وللعائله الكريمه. احنا حبينا نسوي لقاء وياك اليوم. نشرف قناة الايام بالظهور على القناه الجميله. الله يسلمك. وراح اشوف البرنامج مالتنا الساعه 9 على قناه الايام الفضائيه. اليوم لا اليوم وين اللحق حتى ما لحق. ان شاء الله شرفنا بك استاذ ماجد. الله تحياتي للغالي ولوليدك. نشرف تحياتي للعائله الكريمه ايضا اهلك. مشكورين. السلام عليكم. انا ابو محمد. ابو محمد انت وين جايين؟ احنا والعائله. منين جيتوا؟ محافظة باب القضاء المسيب. أبو محمد نقول لك تحياتنا إليك للمسيب، ألف ألف تحية لكل محافظات العراق والعاصمة الحبيبة بغداد، ولا ننسى كردستان العراق. تحياتنا لكردستان العراق. أبو محمد شو سوينا؟ يعني جينا دا نغير جو. كل زين. مول حلو مرتب. إيه أكيد. وعوايد. بالمسيب عندكم مول؟ أكيد مول وبالحلة. موجود بس مو بال. بالضخامة في الكهرباء. بعدين الأشياء متوفرة أكثر من المو. طبعاً بغداد عاصمة العراق. أكيد. الناس هي تحبوه هذا. الحمد لله. سوقت له بعد. والله ان شاء الله جنت عشينا غير الجو ان شاء الله. بالعافيه بالعافيه. الله يسلمك استاذ معز. والملابس هدوم غلان شغلات. والله قبل ساعه جنت عشينا. ايه بدايه الفخر. كل زين ان شاء الله. امشي تعشون على براحتك. عشان امشي البطن. تعال شو اسمك انت؟ تعال محمد ابو عبد الله. عمودي من تكبر شو تصير؟ على حق اصير دكتور. دكتور طبعا ان شاء الله يا رب يتبيض وجه بابه. بس انتم هلا هلا بالاسعار. يعني الاسعار اليوم اللي لاحظها في كثير من العيادات، كثير من العيادات والحمد لله موفقين الدكاتره، اكو من ياخذ اجور غاليه واكو من ياخذ اجور عاديه واكو من يتبرع للمريض لانه الوضع الصحي مال المريض عاده يجي الوضع مالته
المادي شويه تعبان. احنا هيك ملاحظه، بما انه ابنك يريد يصير دكتور، شو تحب تقول للدكاتره الله يحفظهم، خاصه العراقيين من خيره الاطباء؟ اكو بعض الاستثناءات ناخذهم، يعني اكو الاجور غاليه، واكو لا الحمد لله اجورهم معتدله، وخاصه من يطلع المريض ويسوي يعني يعطي فلوس كشف شوفها رخيصه مناسبه، والادويه دار توصل في مناسبه، بس اكو غلب الله الامور. مع اعتزازي كل الاطباء اللي يشاهدوننا، اساتذتنا ودكاتره عراقيين، نخليهم على الراس، اكو يعني نسبه قليله انه الاسعار شويه تكون يعني غاليه. والله استاذ ماجد، هو الدكتور لازم يوصل قمه الانسانيه، واحنا مجتمعنا مجتمع العراقي فيه هواي طبقات فقيره، يعني لازم واحد ينظر لهم من ناحيه الاخوه، من ناحيه ولد بلد واحد، ولد عائله واحده، احنا نريد هذا التعاون يعني الموجود، وهذا كله اذا كان مساعده الناس في عند الله ما يضيع، ما يضيع تسجل الا يعني اي انسان، اما راقيين كلهم الدكاتره راقيين ان شاء الله مع حفظ الالقاب، يعني الكل الكل زينين، بس مرات بنفس الوقت مع سجل يعني اكو قسم يعني قليلين نوصل صورتنا لهم حتى الهلا بالناس، اي لانه مرات يكتب الدكتور دواء الا من الصيدليه الفلانيه، من نشوف الصيدلية الفلانية يطلع الدواء ب 700,000 ب 300,000. قبل ما نجي احنا كنا يم طبيبة والله يشهد الله، أول مرة نراجعها، فمن قلت له يا من يا صيدقات من أي صيدلية براحتك، شفت ايه؟ يعني هاي شيء بيدل بين ما متفقة ويا صيدلية، ما متفقة، ومع هذا كتبت كثير مثل يعني كثير من الأطباء نسبة الإنسانية فول. احنا أكل دكتور راسي تحياتنا تحياتنا دكتورة آسيا الحسيني الله يحفظها، وكثير من الدكاترة والدكتورات نخليهم على راسنا، وبدءا من وزارة الصحة دكتور هاني السيد الوزير مع الوزير طبعا الله يحفظه ويحفظ المكتب مالته، لأنه دائما يستقبلون الحالات الإنسانية فول، يعني أنا دائما من أجي أشوف أنه مع الوزير بابه مفتوح، يعني كان الدكتور طقم قباط خلينا نكون واقع، خاصه الوزير فيصير خدمته للجميع، حجي هم اكو انسانيه بغض النظر عن كل المسميات، الدكتور هو عراقي والدكتور يخدم العراق ويخدم احنا اليوم ابو محمد، حتى نكون واقعيين اكو دكتور تروح له ما ياخذ منك فلوس، يعرف ظرفك لا ياخذ منك فلوس ويعطيك الدواء وكاتب مجانا، عندهم حال المهم حال، وبعدين الحمد لله شكرا مفضل علينا نطلع، احنا نحكي للحالات الانسانيه، لذلك الف تحيه للدكاتره للدكتورات الله يحفظهم لخدمه البلد، وبعدين اكو مواقف انسانيه مشرفه هاي لازم نشيد فيها ان شاء الله، الله يسلمك، شكرا لك، طول عمرك ان شاء الله بالسلامه، ممنون استاذنا العزيز عزيز علينا، حياتي لك ولبنت اخويا ولاولادكم ان شاء الله، شوف استاذ ان شاء الله عشان مشاهدين صار لي ساعه واقف اقول بيها مجال صورة يلا شو وين كنت بس ساعة واقف، تعال تعال محمد تعال خذنا تعال تعال عمو تعال خذنا خذنا صورة، تحياتنا للمسيب والمسيب والناس اللي موجودين، يلا إذن جمهورنا الكريم من خلال طبعا آخر واحد هو وعائلته طبعا راح يكون مسك الختام في هذه الحلقة، أبو محمد طبعا من خلال تواجدك ويانا وقناة الأيام وبرنامج ويا أحبابنا، وراح تشاهد الحلقة مالتك إن شاء الله موفقين، اللي هي برنامج ويا أحبابنا تقديم ماجد ياسين على قناة الأيام، الله يحفظك ويحفظ عائلتك أكثر إن شاء الله وأكثر إلى الله، الله يسلمك، شكرا جزيلا لك، تحياتنا لكل الدكاترة والدكتورات طبعا اللي جبنا طاريهم وكلهم يستحقون التقدير والاحترام، ومن خلال تواجدنا مول المنصور وبرنامج ويا أحبابنا مسك الختام، نقول لكم إلى اللقاء وحلقات قادمة من برنامج ويا أحبابنا، انتظرونا وحلقات قادمة، شكرا لكم، أخوكم ماجد ياسين، شكرا شكرا، خابلك سوي باي باي شاهدتنا مريم.